صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. طبعا أنا أكلت حبة بطاطا قبل الهوى، يعني ما قدرت. الريحة بالاستوديو كانت فتحت نفسي على الآخر صراحة، خلصتها. فعلا قالت لي خلصت البطاطا اللي بإيدك؟ قلت لها بطلع لي واحدة تانية. قلت لي طبعا، فأنا ما صدقت صراحة، رحت على طول وأخذت كمان حبة بطاطا بتشهي. يعني هي بطاطا بس عن جد بتشهي كتير طيبة شخصة. 100%. صباح الفل إليك. صباحك ورد وياسمين، دائما منورة واليوم متألقة حبيبة قلبي. تسلمي لي. وطالعة هيك إشي إليجنت بس ضابطة الأمور بآخرها، لازم بطاطا وأكل وكذا. صحة وهنا وألف عافية على قلبك يا رب. إن شاء الله صحة وهنا على قلب كل حد عم ياخذ منا وصفات وعم تسعده وتهني. اليوم بمطبخ يوم جديد، إحنا يعني قارب الشهر الفضيل على الاقتراب، وكل السيدات بكل المجالس اللي بزورها كل السيدات عم ترقعي شوي، ما عم تتجهي كتير باتجاه الطبخات الدسمة، لأنه بتقول لك رح أشوقكم لطبخاتي برمضان. فأنا رح أعطيكم أفكار ممكن تكون وصفات مسعفة بالشهر الفضيل، وممكن تكون نوع من أنواع المقبلات، إشي كتير فخم بس كتير سهل وسريع. ما في إشي ما بيكلف بالوصفات، ولكن هي فكرة بسيطة ممكن تعطيني أكثر إدارة. بعد ما نشوف المقادير مع ألكسندر راح أحكي لكم قصة هالوصفة، وما بعرف إذا هي موجودة على السوشيال ميديا أو حتى موجودة على يوتيوب، لأنه هي فكرتها أجت من وراء طفلين صغار كانوا عم يتقاتلوا شو بدهم يتغدوا، فأنا طلعت بهاي الوصفة. ممكن تعجبكم ممكن لا، بس راح تشوفوا النتيجة على الشاشة أكيد أمامكم، وأنتوا الحكم الأول والأخير بسم الله وعلى بركة لا نبدأ. إذا الطفلين كانوا عم بتقتلوا على وصفة البطاطا، فأنا بحييهم وببوسهم وبقولهم برافو عليكم، لأنه طلعوا بوصفة غير شكل، والبطاطا بتشهي كتير كتير زاكية. يلا يا أم، بدي أصبح عليكم من جديد، وأصبح على كل الأشخاص اللي عم بتابعونا أيضا على صفحة يوم جديد على الفيسبوك. هينا صرنا موجودين معكم على اللايف لنصبح عليكم ونتلقى تعليقاتكم أو أسئلتكم، وأيضا أرقام الهواتف هلأ بتنزل أسفل الشاشة لتتصلوا معنا وتسمعونا أصواتكم الحلوة. وخلينا ناخد سريعا مقادير أول وصفة معنا لليوم. صينية برجر لحم بالمشروم والكريمة، منحتاج لها الوصفة برجر لحم مشوح، أيضا بدنا فطر طازج مقطع أو كامل، بدنا لتر كريمة طبخ، بصل مفروم، ثوم مهروس، وزيت نباتي. كمان بدنا قطعة من الزبدة، معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، ملح وفلفل، بابريكا خشنة، بهار السيزن، وتوم وبصل باودر. هاي هي الوصفة وشكلها من المكونات، إشي كمان طيب كتير. يلا نشوف كيف ممكن بس نطبقها، كيف ممكن نعملها في البيوت. يعني هي بتقولنا وصفات بسيطة، لا هي مش وصفات بسيطة يا شيف علا، يعني لا وصفة لا هي كاملة متكاملة. شوفي كيف الفكرة بتطلع. كنت بصراحة يعني حالي كحال أي أم بتيجي بتسأل أبنائها شو بدكم تتغدوا بكرة، خصوصا إذا كانوا هم من اللي بيغلبوا شوي بالأكل. فسألت البنت وسألت الولد شو بدكم تتغدوا، واحد قال لي بدي مرة عملتي لنا شرحات هيك لحمة هيك سريعة مع شوية مشروم صواني بالفرن. هم أولادك صح؟ الله يحميهم ويخليهم. الله يخلي أولادكم جميعا. آمين. والتاني صار يقول لي أنا بدي برجر، هاي البرجر والشاورما أنا بعملوا لي هاجس بالبيت. فأنا كأم كيف ممكن أرضي كل الأطراف بدون ما أزعل الأب أو الولد أو البنت؟ فقلت طب أنا ليش ما أسوي صينية مثلا فيها برجر مكان الستيك أو قطع اللحمة اللي هي هيك شوي رفيعة، ويكون فيها المشروم ويكون فيها كل إشي، بس بشرط إنه اللي بده يأكل برجر اللحمة ما يزعل، حيلاقي البرجر قدامه، حب يأخذ منها ومن الصوص بخبزة برجر هيك أنت بتكوني أرضيتي، والتاني شايفها قطعة لحمة مقابله. فأمنا حطينا الشامي على المغربي وطلع معانا صينية من برجر اللحم مع صوص. وبس رح أعطيكم تريك خفيف لحتى يعطيها إشي كتير زاكي، برجر لحم دجاج سمك ما خلينا بكل الخلطات اللي ممكن تخطر ببالكم. فبرجر اللحم حكينا كيف أنا كست بيت أجمده بالبيت، كيف أجيب هاي الورقة من وين، كيف أنا أشكلها بالقالب أبو دينارين ونص ببيتي أو باستخدام غطاية مرتبان أي شيء بزبط معاكي، كيف أنا أجيب هاي الشل أشيلها ويضل معاي أنا نوع اللحم تمام،
كيف اتحكم بالسمك اللي بدي اياه، قديش لازم يكون وزنها 150 200 جرام، كيف ممكن اوزن، فكل هاي التفاصيل. وغالبا كنت معي الكسندرا بهاي الحلقه. اذا راح تلاقوه على اليوتيوب عشان اذا في اي اشخاص عم بيسالوا كيف ممكن نعمل هذا البرجر. موجود على اليوتيوب الطريقه وطريقه ايضا التفريز. امليت زين، ام احمد حنتولي، دلال علاونه، فهمية العنزات، محمد عليوة، أم سائر الأغوات من الصلت، صباح الفل والياسمين للجميع، جوان أبو هلالة، أم عمر أبو صبعة، صباح الخير، أم معاذ، أم أحمد بن ياسين، ملك البخيت، نور الدربيع من الكرك، تحياتنا. ايضا اشوف اذا في اي اسئله كمان بتقدروا تبعثوا لنا. ام احمد صباح الخير، طريقه البطاطا الجاهزه للقلي تكون مثل اللي موجوده في الاسواق، كيف ممكن يعملوها؟ نعملها تحضيرات رمضان ان شاء نعمل لكم اياها ان شاء الله برمضان. طرفه السكارني صباح الخير، عبد حردان بني صخر صباح الفل، جواهر بني صخر، ماجد ابو رياش، كمان موسى الزيود صباح الخير، انشراح حباشنة، إيمان إدويكات صباح الخير، أهلا وسهلا يا دكتورة، كمان أحمد علامات أيضا. هلأ هون حطينا البرجر سواء جبتي جاهز من السوق، يعني هاي وصفة مسعفة للست اللي ما بدها تطعم أولادها إشي ناشف أو الجنك فود، بنفس الوقت بدها ترضيهم. هاي فكرة، تروحي على ممكن على السوق وتجيبي لك شوية برجر، ممكن دجاج ممكن لحمة، بس هاي الوصفة أزكى للحمة بصراحة. تمام، وانت تطبقيها بهالطريقة وتطلع بطبخة جديدة. فهون أنا حطيت شوية زيت نباتي، بعدين حطيت الزبدة، أول ما نبلش الزبدة تعطيني هاي الرغوة، مباشرة بنزل عليها بصل مفروم ناعم. هلأ إحنا عم نساوي صوص بهالشكل، عم نقلب البصل وبعدين رح ننزل عليه الثوم المهروس. يلا هلا بنشوف على الهوا كيف الطريقه بالخطوات اللي حكت لنا اياها الشيف. ولو خلينا ناخذ ساره. صباح الخير يا ساره. صباح النور. اهلا وسهلا، صباح النور والسرور. انا بحبكم، بحب اشوف علا ودائما بحضركم وبتابعكم. حبتك العافيه يا رب، واحنا بنحبك كمان. هاي الشيف علا معك، تفضلي يا ساره. ساره يا ساره، من وين عم تحكينا؟ من الصلت. من الصلت. قديش عمرك؟ 13 سنة. العمر كله يا عمر حبيبتي، أهلا وسهلا، صباحك سعيد. يلا هون إحنا عم نقلي البصل والثوم وما بدنا نعطيه لون كتير أبدا، رح ننزل عليه شوية هيك رشة ملح عشان كريمة، صح؟ ما بدك إنه يبين بالكريمة بالضبط نهائيا. أوكي. نزلت شوية ملح عشان فورا ينزل السوائل وفورا يبلش يدبل معاي بدون ما ياخد لون. شوفي شو في اشياء بصراحه يعني بتعملها الشيف علا بتفتح عينيكم على امور معينه، يعني هي بالمنطق ما بدنا نغمقه كثير عشان يعني ما يضرب مع الكريمه اللون. لا حيضرب معي الطعم، يعني مشكله اذا بياخذ لون مشكله. فهون انا هون عم بدبل فيه، وزي ما حكت الكسندر ما بدنا نعطيه لون كثير. بهالوقت رح ننزل عليه معلقه كبيره من دبس الفليفله، هي اول خطوه للطعم الزاكي. ما في حطي معجون طماطم من خليفه. تمام؟ يلا يا وردة، يلا ناخذ وردة من جرش. صباح الفل يا وردة. صباح الأنوار. أهلا وسهلا، هذا يعني على طول إحنا بدلعوكي، يعني تعالي يا وردة، روحي يا وردة، يعني إجباري. هذا كله الدلع دائما إجباري. أهلا وسهلا، حبيت أصبح عليكم. الله يسعدك، صباحك زي الفل. هاي الشيف علا معك إذا تحبي كمان تسألي هالشي يا وردة. أهلا يا وردة، صباح الورد. يسعد صباحك، شو اخبارك يا شيف؟ حبيبتي انا مشتاقه لك، شو الاخبار؟ الله الحمد لله، الله يعطيك العافيه على هالاكلات الزاكيه. الله يعافي عمرك، بحب اولادك البرجر؟ والله انا مثل زوجي. يا سلام، يلا صحة وهنا بالعافية يا رب. كلهم بيحبوا البرجر، ما في حدا بكرهه. ما عارفة هالولاد رح يجننونا بالبرجر والشاورما، هبلونا. بحب اصبح على خلاتي وعلى عمتي. على جوز هالشيخ ابو سهيل. نعم، إن شاء الله بيضلوا يا أمر. صباحهم فل إن شاء الله. الله يسعدك. أهلاً وسهلاً، أكيد ما رح ننسى الصباح، رح يكون أحلى وأحلى مع وردة ومع كل شركائنا بمطبخ يوم جديد. يعني ضيفنا هو كان معنا من رمضان بالسنة الماضية، واليوم دائماً الضيف هو من أهل الدار زي ما بيقولوا، شركة معدات للمطابخ ومنتجات خليفة، وأكيد العريس المشخص دائماً
يعني حتى في البيت بحسه يلحقني في البيت صار منتجات الكسيح. شو حطيتي قبل شوي الأحمر؟ دبس فليفلة. فليفلة حطيتي رشيتي سيزن بهار دجاج. هلا بنزل الثوم اوكي عشان ما بدي يعطيني نكهة قوية كثير، بس هو مع الزبدة رح يعطيني شغل. يعني شوفوا هاي التقلية هي النكهة. مبينة مبينة صراحة. شميتي ريحة الثوم؟ شميت، بقول لك مبينة واضحة. أنا بس هيك بدي أعملها تشيك مع المادة الدهنية فقط. بعدين هون رح ننزل البهارات، ضروري البهارات أحمصها قبل الكريمة وقبل الوايت مشروم وقبل البرجر. هلا رح ننزل ثوم وبصل باودر من عند أي عطار جيبيهم، وهي بصل باودر كمان كثير زاكية. وراح نحط كمان بابريكا خشنه شكل ولونه زي ما قلت لكم. شوفوا البابريكا دائما بس تجيبي بهار خشن في بيتك تذكريني، شوفي ما احلى شكلها. خشنه، هذا فلفل حلو منشف ومجروش، يعطيكي جمال في الطبخه، غير انه الطعم بيكون اطيب ما يكون ناعم على الاخر. صح، كثير اسكى. وملح وفلفل. خليني اصبح كمان على غسان حمادنا، ام علي الشيخ، منى، ابو راغب، يسرى السيناوي. وخلينا ناخذ اتصال. ام عبد الله. نعم. صباح الخير يا ام عبد الله. يسعد صباحك يا اكسندرا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. الله يسعدك ويسعد الشيف اولى وعلى هالبرنامج الحلو كثير. تسلمي يا رب. من وين عم تحكينا يا ام عبد الله؟ من عمان، من هون. يا ميت اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك. هاي الشيف علا معك، بدك تساليها شيء؟ نعم. يلا قولي ست الكل. صباح الورد. صباح الفل والياسمين، كيفك يا حبيبتي؟ شو اخبارك؟ انا منيحه ست الكل حبيبتي، الله يسعدك. الله يسعدك. هلا بدي اسالك سؤال، امبارح صار معي هذا الموقف. يلا. امبارح بيجوا عندنا هون تبع الغنم. اجا ايش؟ بعصر الحليب اللي بيجيبوا حليب الغنم. الراعي يعني تبع الغنم. نعم. اجا يبيعك حليب. فريش. نعم. اخذت منه وغليته، اشوف بس، وطفيت الغاز تحتي وبس طفيته فصل كتل الحليب وهيك كتل. ما بعرف. كبتل معك الحليب يعني فصل، خلينا نقول صرتي عم تشعري انه الحليب بجهه وكانه في مي بجهه. بس لا ما صار هيك كله كامل، بس صار هيك زي الكتل شقق يعني اتخثر. قد يكون يعني لحسن النيه، ولكن احنا بنحكي الموجود، انا ما شفته لازم اشوف عشان اقول لك السبب، ولكن قد يكون مخلوط بمي واحد، وقد يكون حلبه قدام البنت يعني محلوب قدامه، معناته أنت غليتيه على درجة حرارة عالية، خليه زي ما هو، اتركيه على جنب يبرد، برجع بتجانس إذا حلبه قدامك. هو حلبه قدامنا يعني قدام البنات. اتركيه بس يبرد، ما عادي يعني. والله أنا كبيت الصارة مع الأسف يعني. كبتي. يلا بيعوض الله، بيعوض الله، معلش بيعوض الله. أهلا وسهلا. يلا للمرات الجاي إذا حبيب. فعلا متأكدة إنه الحليب محلوب يعني قدامك، مش مكسور بمي ولا إنه قديم أو خربان، يعني استعملي هاي الطريقة زي ما قالت الشيف علا. إذا كبتل خليه بيرجع بتجانس مرة ثانية. رح نحكي بسرعة بسرعة، رح أخلي لكم هاي الحبة، دائما أنا بحكي عنها بس رح نعيدها للناس كتير اللي بيبعتوا لي إنه أنا مش فاهم شو قصدك. شو هي هاد؟ أذكى إشي ممكن تفرميه مع بيض وبصل وتفطري، فأنا ما رح أستغني عنه. بدك تستغني عنه بتفرميه برم بهالشكل بطلع معاكي، صح؟ تمام؟ بعدين شايفة هذا اللي هون هيك؟ تبعديه عن نفس الحبة شو مكان نوعه، ما بنمسحه لأنه أحياناً الأتربة اللي هي التراب اللي بنزرع فيه ما بيروح، ما بنغسله. طلعي شو صار في المقلاية، ولا نقطة زيت ولا زبدة، ضل كله سحبه الفطر. ترجع معاي الحبة شو مشخصة، مشان هيك في المطعم شكلها حلو وعندك لا. تمام، يلا رح نروح نحطها في المقلاية، لأنه هي عادة أنا خطر ببالي كبرزنتبل للطبق رح أجيب قطعة برجر بعدين أحطها هيك الحبة زي القبة فوقها، بعدين رح أحط فوقها حبات المشروم والصوص. ممكن هذا المشروم القطع تخليه مفروم ناعم وتخلي حبة كاملة. انت ما بعرف ايش بتجيبيه جنبي هاي. سوف لن اقدر استطيع ابدا. يلا هلا هون الصوص علا كثير طيبة. دبس الفلافلة هو الخطير، رح نجيب لتر كريمة، فيكي تحطي معلقة طحين وفيكي ما تحطي. اذا بدك اياها تك اكثر. اوكي، يعني تكون زي صوص معقود، وفيك تخليه سايب بهالشكل. رح نخليه يغلي شوي وبعدين رح نحط له معلقه طحين. تمام. راشد توساط، ام يزن بني هاني،
إسراء صباح الخير، إمي محمد القرآن، نجاح الدقامسة، أمين الدباس، جوان أبو هلالة، لوريس البرواوي. نأخذ اتصال. محمد الزواهرة، صباح الخير يا محمد. محمد صباح الخير، سامعنا؟ لسه الاتصال معنا ولا فصل؟ محمد سامعنا؟ طيب إذا سامعنا ارجع احكينا، لأنه فيها في مشكلة بالخط، يا إما فصل الاتصال. وهي البرجر طلع من الفرن زي ما شايفينه على هلا. شوفي أليكس، بدي أغششهم شغلة. هم تعودوا علينا في يوم جديد إنه إحنا ما عنا إشي نخبيه عن المشاهد أبداً، يعني مش بس مجرد فقرة بدنا نطلع فيها والسلام. هذا نوع برجر جاهز من السوق، تمام؟ نوع اللحم المستخدم مش يعني أنا رايحة وزايرة المصنع، مش مجمد، مبرد. قطعية اللحم المستخدمة جدا غالية. هل سعره غالي؟ مش غالي ومش رخيص، بس بدي أورجيكي البرجر كيف اللحمة. تحسي فيه، مش عارفة كيف بدي أحكي لكم أوصف لكم القوام، بس هو صراحة تعيش من الريحة. نوع البرجر كتير طيب، للي ما عندها وقت تعمل بالبيت دوقي. لحمة لحمة دوبي. فاعرفي شو تشتري عشان تضل امورك بالسلم، يعني قدر المستطاع اضطريتي تشتري من برا اشتري، بس كمان ديري بالك شوي شوي. هلا هون انا شو عم بعمل؟ زي ما قلت لكم، شوفوا شكلها، طلعوا ما احلاها. تمسكي حبه البرجر وبتمسكي اللي هي حبه الفطر زي ما هي كامل، وفينا احنا نكمل الصوص، نمسك اللي هي قطعه الفطر هاي نفرمها ناعم على الاخر، وبعدين انا بالتقديم بشتغل الشغل اللي بدي اياه. هلا بتشوفوا كيف طيبه طيبه اللحمه كثير. جد يعني في ناس تضطر تشتري من برا، في ستات ما عندها وقت، صح؟ في ستات بتخدم حماتها الكبيره المسنه، صح. يعني في احيانا في اسباب، مش تقصير ولكن ضيق وقت. ودائما انا بقول اللي بتشتغل واللي ما بتشتغل التزاماتها غير شكل، صح؟ فالله يعطيهم العافيه جميعا. امين يا رب. اطفال يعني الله يعينهم، صح؟ ومرات بيصير في ظروف اوقات كثير صراحه، يعني في ناس مرات بيجوا على غفله، يعني بقول لك معك ساعتين ثلاثه بدك تعملي لك شيء، فبيقدر الواحد فعليا يعني انا بديش هيك شوي يزعلوا مني الرجال، ولكن في كثير رجال ما بيقدر موضوع الوقت، انه انت قاعده ساعه وبكون انا واصحابي عندك، ساعه وبكون انا واخوان عندك، جهزي طبخه. فهذا السيناريو موجود عندنا، نعم. الرجل الشرقي العربي بيعرف انه الست قدها وقدود، ف ما بيرحم. وخيروا بيته دائما مفتوح، فيعني ان شاء الله دائما بيوتكم مفتوحه. خلينا ناخذ ريم. صباح الخير. صباح الفل، كيفك يا ريم؟ الله يسعد قلبك يا الكساندرا، انا بحبك كثير كثير. وانا بحبك كثير كثير، يسعد لي هالحكي الحلو وهالصوت البجنن. ما شاء الله عليك، تسلمي يا رب، الله يسعدك يا ريم. شكرا. احلى صباح للشيف علا الحلوه الاميره. هيها هيها بتشرفك يا عمر. يا ريم يا ام جاد يا حبيبتي، الله يسعدك. ام ايش البركه؟ ام منى. ام منى، خلي لك منى يا ربي. الله يخلي لك منى يا رب. الله يرضى عليك ان شاء الله يا ربي باعلى المراتب، نشوف جاد يا رب. بوجودكم ونفسكم اكيد لا غنى عنكم جميعا. بس من اجيات الحلوه يا شيف تعملي لنا هي طليه قبل رمضان. الله الله الله، عندك سمن بلدي؟ والله عندي، بس ليش يا شيف مره بتزبطش معي مرة، يا انها بتطلع رخوة كثير يا انها بتطلع جامدة كثير، شو السبب بدري؟ ابشري ابشري، حاضر. خلص من عيني. يسعد قلبك، بدنا اياها قبل رمضان يا قلبي. ابشري ابشري، تدللي بعيوني. يسعد قلوبكن يا رب. حبيبتي اهلا وسهلا. تسلمي يا ريمو، شكرا يا حبيبتي، شكرا يا ام منى. هي طلية اذا عليهم. يلا يلا. ابيين السمن البلدي وهيك بالسدر الستيل ولا الالمنيوم هيك على الاصول. يا سلام. يعني ها شوفوا هلا هون الصوص زاكي بس سايب شوي، فانا شو عملت حيله؟ نتفه هيك نتفه صغيره، معلقه طحين وشويه مي، مي بارده لانه هون اذا نزلته باودر رح يكبتل. فشوفي هيك شو بسوي، هلا فورا رح يشد الخليط. فمش تحطي نشا، طحين. ليش مش نشا صحيح؟ هلا النشا صراحه بتصير زي الهيطليه. بنشف كثير. بس الطحين بضل القوام سايب، بس الطحين بشد. اوكي. النشا بكبتل كثير، بس الطحين اخف. يعني عصيرة الهيطلية. شوفي طلع كيف صار معي، اتقل هيك افخم، بتحسيه شو دسم ولا هو شوية كريمة. والسلام ختام. طلحة لعتوم صباح الخير.
ام هشام العوامله، فواز الشمالي، كمان هدى كريشان صباح الفل. خلينا ناخذ ام اياس. صباح الفل يا ام اياس. صباح الخيرات والميرات والوردات المفتحات لاحلى مذيعه واحلى شيء. يسعد قلبك يا ام اياس، شكرا لك، صباحك زي الفل ان شاء الله. يسعد لنا هالصوت الحلو. زبطت اليوم معك؟ اليوم زبطت معك خلاص، يعني صرتي من اهل الدار. الله يرضى عليكي وبركي فيكم. تسلمي، تسلمي يا ام اياس، تسلمي يا رب. هاي شيف علا معك، تفضلي. يسعد صباحك يا حلوه. الله يسعد هالصوت يا ام اياس. ست علا ملك الشفات كلها. لا حبيبتي، الخير والبركه بالجميع اكيد، وانتم قبلنا كلياتنا اكيد. يسعدك يا رب. انا الكهرباء عندي مقطوعه، فلا نت ولا تلفزيون، بس ان شاء الله بحضرها مسجله. ابدا حبيبتي، الله يسعدك ويطول عمرك، والخير عنا وعندك يا رب. يسعد صباحك دائما. يسلم ويسلم ويسلم على كل الوصفات اللي بتعمليها، يعني ما شاء الله صار عندي مجلد لوصفاتك يا حبيبتي. انت البركه عمليا كمان حبيبتي انت، الله يسعدك والخير عنا وعندك دائما. شدي الهمه بس يا ام اياس. الله يسعدك، يعطيكم الف عافيه، يسعد صباحك حبيبتي القلب. اهلا وسهلا. تسلم يا رب. تسلم يا ام اياس. تقل صح؟ تقل كثير. قاعده بفكر طبيعه الصوص والنكهات ايش بيزبط معاها كمان، غير برجر اللحمه وبرجر الدجاج وهيك، ايش يعني ايش ممكن الواحد؟ كره كفته. هاي انا بستناها قاعده، هاي الحركه دوق المال قاعده بستناها. هلا انا شو بدي اعمل، هديت النار على الاخر لانه انا عندي البرجر شوحته من فوق ومن تحت. هلا البرجر عاده حتى بالبيت عندي لا تقلي، لا تخلي اولادك يشربوا زيت ولا معلمانيه، بخت زيت من فوق ومن تحت من الكاسيه، بدوش ملح ممتاز، او نقطتين زيت حطيهم على الجريل، حطيهم بمقلاي غير لاصقه، قلبيهم بالشوكه، حطيهم بالفرن. نهائي ما بقرب على الزيت نهائي نهائي، كتير كتير الصوص مزبوط وطيب كتير. شوفي هلا انا ليش هديت النار، لانه انا بدي البرجر تاخذ النكهه بس بدون ما تشتش اللحمه معنا، ممكن تفك حسب نوع البرجر اللي انت جايبتي. صح تمام. فاحنا على الهدا، شوفي حبه الفطر ما اسكاها هلا، لو قسمناها بنص هلا راح اعمل الديسبلاي لهيك من كورس، وراح نهديه لالكساندرا ونشوف كيف قلبنا. ممكن البرزنتيشن يكون قطعه برجر جنبها اللي هي قطعة مشروم فوق منها، ممكن يكون فوق منها شوي من الصوص أو بهيك بريق صغير لتقديم الصوصات، وبحد منها ماش بوتيتو أو اللي هي تمام. شوية خضار سوتي، فيعني إشي كتير هيك ممكن أنا أغير كتير بملامحه، بس هو إشي بسيط. صح، وبطريقة معينة. هلا رح نشوف أكثر من طريقة رح تقدم لنا إياها الشيف علا، بس خلينا ناخذ رنيم من العقبة. صباحه. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. اهلا فيكي. كيفك؟ صباح الفل. ايه اخبارك؟ منيحة انا تمام كويسة. قد ايه عمرك؟ 18. اسم الله العمر كله. لا صوتك اصغر صراحة. هاي الشيف علا معك، شو بدك تسأليها؟ بتحب الاكل والطبيخ؟ كثير. حبيبتي صباح الورد والياسمين. انتوا اهل العقبه مشخصين هلا عندكم الدنيا شوط صح؟ صيفات. يلا تتهنوا يا قمر، تتهنوا، وسلامنا للاهل حبيبه قلبي. اهلا وسهلا. تسلمي يا رب. احنا عم نحاول نشوف المشهد، خلينا نشوف المشهد وهو بينصب الدريسنج على قطعة البرجر والمشروم، لانه الشيف علا قدمت لكم طريقتين لطريقة تقديم هذا الطبق. يا اما بتعملوه كل حبة مشروم مع حبة برجر لحالها بصحن، يا بتقدموه كله مع بعض. يعني هينا شايفين على الهواء طريقتين للتقديم، انتوا اختاروا. طريقتين حلوين صراحة، يا سلام. يعني برجر ومشروم مشخصين أبدا. على طول صباح الفل لكم. وزي ما شفنا قبل الفاصل طريقة عمل هاي الطريقة اللي اخترعتها الشيف علا، ولكنها طيبة صراحة. يعني أنا دقت الدريسنج، دقت المشروم،
كثير طيبه، فلما بتحطوها مع برجر او ممكن كرات لحمه او اي شيء بتكون اياه ممكن انه فعلا تستفيدوا منها. كباب او كباب، زاد عندك كباب كنت عازمة حدا، زاد عندك صحن وما بيكفي لكل الأولاد، بس ما بدك تطبخي، دوري واعملي بطبخة تانية. تمام، يلا ناخد محمد. أحمد، أحمد من جرش، صباح الخير يا أحمد. أهلا وسهلا. صراحة أنا حابة على الطبخات المميزة لأنه متابعيكم من زمان. أهلا وسهلا فيك وشكرا لمتابعتك واهتمامك. في مجال استفسار وسؤال للشيف علاء؟ طبعا تفضل. هاي عم صباح تسمعك. الورد نفسر هالوصف. أهلا وسهلا، صباح الفل. الله يعطيك العافية يا شيف. الله يعافي عمرك يا رب. أهلا وسهلا. نفسر هالوصف المميز يا شيف. الله يسعدك، أبدا واجبنا. على عين وراس، شكرا لك يا شيف، الله يعطيك العافية على هيك صباح. الله يسعدك، وبدي تسلم لي على الأهل. الله يسلمك، شكرا شكرا. اهلا وسهلا فيك، حياك يا هلا بيك. شكرا لك يا احمد. صباح الخير لسميره الخطاطبه. سميره عم بتوجه يعني هيك تعليق، بتقول امبارح بوسط البلد كانت الفعاليات بتجنن، واحنا حكينا يمكن عن يوم المدينه وكان رعد الصبح زميلنا موجود بوسط البلد، فتحيه اكيد لكل الاشخاص، ولكن هي بتنتقد انه كل الاشخاص اللي كانوا موجودين للاسف الشديد تركوا المهملات على الارض، وكان المنظر صراحه سيء. وهذا اللي قبل شوي يمكن كنا بنحكي فيه انا وابراهيم، انه يا ريت بنتمنى نعتبر اي مكان احنا موجودين فيه بهالبلد هو بيتنا، يعني احنا بالبيت عندنا سلة مهملات، بنروح بنزت بسلة المهملات، ابدا ما بنكب على الارض، بنعمل حساب انه البيت يضل نظيف، فلازم كمان نفس الشيء نفكر ببلدنا وباي مكان احنا موجودين فيه، يا ريت نتمنى. اكيد كمان عند ليب العناقري صباح الخير، موسى الشطي صباح الخير، أم سائر أبو العنين، إمرامي كنعان يا صباح الفل، أيضا عبد القادر العجلين، سلوى النتشة، أسبوع إن شاء الله يربي مشرق، بلال العمارين، نعيم الحمدان صباح الفل، إسراء الجباري. يلا إذا خليني أحاول صفاء محمد، صباح الخير، وخلينا هينا شفنا الطبق، يا سلام شو هالبرزنتيشن. طبعا هو حلو يكون شوية ماش بوتيتو أو إذا بدهم يحطوا لهم شوية خضر سوتي. تمام، إذن هاي الوصفة الأولى صارت جاهزة على مائدة مطبخ يوم جديد. خلينا ناخذ مقادير وصفتنا الثانية. يلا نشوف مقادير الوصفة الثانية لليوم. مقبلات بطاطا مع صوص اللبنة. نحتاج لهاي الوصفة بطاطا مقطعة وجز بقشرها ومسلوقة، زيت زيتون، زبدة مذابة، ملح وفلفل، زعتر ناشف، وبابريكا خشنة، وبهار السيزن. صحيح. كمان لصوص اللبنة بدنا نص كوب من اللبنة، قطعة جبنة الفيتا، وزيت زيتون، وثلث كوب من المي، وعصرة ليمون بالإضافة للملح. صح الكلام، هاي هي الوصفة. طبعا أنا سبقتكم ودقت البطاطا، والبطاطا إشي غير شكل، بتشهي البهارات اللي فيها غير شكل. هلأ صراحة ألكسندرا، البطاطا الويدجز في إلها تغليفة من برا عشان تصير زي اللي بالسوق، إبهار ونشا وطحين وبقسومات والامور هاي او ارشله، بس انا اليوم بدي اعمل لك اياها شيء سريع، يعني احنا الستات وقتنا دائما بركض، رح اعمل لك فكره سريعه. بتجيبي حبه البطاطا زي ما هي وبتقطعيها بالطول، وبعدين بتعمليها اقلام مثل الوجز اللي احنا بنعرفه بالسوق، فشوفي تبعتنا في البيت رح تطلع اطيب، البطاطا بلديه، وثاني شيء على طولها الحبه على طولها، فابنك بياكل بسحم، بتكون اموره تمام. بقشرتها بنغسلها كثير منيح، او ليفه جلي جديده، دائما اي شيء بيعلق فيه اتربه بنليفه تليف تحت المي، وبنفسها بنقطعها وبعدين بنغليها بنسلقها بمي وملح، الملح بخلي النشا يشد فما بتفرط معاكي. أوكي. يعني هاي مسلوقه بس مش فارطه، بمي وملح. بعدين بنسلقها يعني قد ايه وقت؟ يعني مش اكثر من 10 دقائق. انسلقت معي لاني انا فوتت المي عليها فبسرعه استوت. أوكي. رح نحطها بهالشكل، وبعدين ممكن نستخدم زيت زيتون لحاله، ممكن زيت وزبده، بصراحه زاكي الاثنين، فانا راح اخلط. اوكي، تشوفوا الكسيح كيف ريحنا على السريع، بدون ما انا اتلف كميه كبيره من الزيت الزيتون بالبخاخ، وهي زبده كمان بيعطيني ريحه، وكله موجود بالاسواق وبالمؤسسات، بالمدني وبالعسكري وبكل الهايبر ماركت، ما راح تتغلبوا. راح ننزل شويه اوريجانو، زعتر ناشف،
إشي كتير طيب وسريع وبصراحة مشخص. يعني أنا بعملها لما أكون معجوقة بأعياد العيد ميلاد اللي بيعملوا طيبة أكل. طيبة حقيقة أنا دقتها يعني بدون الدب كمان، فأكيد مع الدب رح تكون أسكى وأسكى. ماهر رح أحلى، صباح الخير. أحمد الشطي صباح الخير. وجدان أبو علي، أم علي الكورة، أبو علي شبيطي، أم إبراهيم المناصير، أم ضياء الأشهب. خلينا نصبح على محمد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير، أهلا وسهلا. من وين عم تحكينا محمد؟ أنا من بقى. الله يعطيك العافية. الله يعافي عمرك يا رب، تسلم. أهلا وسهلا. السلام عليكم وعلى أسلامكم. هيها عم تسمعك الشيف علا. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافية شيف علا. أهلا يا محمد، الله يعافي قلبك. حبيت بس أعلق على الست اللي استطلت على الحليب. موضوع الحليب. أيوة تفضل. الحليب الآن، موضوع الحليب الآن في ولادات جديدة للغنم والأرنب نعم. الحليب هذا بيكون اسمه حثيمة. نعم. أو اللدى، حليب اللدى. نعم. تغليه بتكسل هيك تصير حثيمة. هي غلط. هي غلط. مش خربان يعني، مش خربان. الناس بدوروا دوار هذا. بتمنوا يلاقوه. نعم. هي إلى هي يعني إذا اشترت مرة ثانية زي هيك لا ممتاز جدا هذا الحليب. أكيد يعني بتمنى يلاقوه. نتعلم منكم، صحة وهن على قلبك وقلبها، وإن شاء الله تكون عم تسمعك يا رب. أتمنى. شكرا يا محمد، شكرا على المعلومة وعلى المتابعة والاهتمام. بس أنا ما فهمت إيش حكى محمد، يعني حكى إنه هذا حليب اللي بأول موسمه بيكون هيك بس طبيعي يعني ما في فيه مشكلة. أنا بتذكر هي المفروض تركته يبرد شوي. اللبا بيكون هيك مبرغل، يعني أنا باكله أكل أوقات كتير يعني هو بيخاثر هيك بيكون. أيوة لأنه كتير كتير مفيد يعني. فإن شاء الله تكون عم تسمعنا اللي سألتنا السؤال، يعني الأسماء شوية دخلت ببعضها مش قادرة أتذكر الاسم. حنان الأشهب صباح الخير. إنفادي حبايبي صباح الفل. أميرة حسن كمان صباح الخير. إيفا الشرفة صباح الورد. إنسيف جبالي. إسراء الجعبري صباح الخير. فايز الدبوبي. عم بجهز لأعمل الصوص اللي هو لبنة وما تجيب التركية اللي حلوة مش ذاك يعني ما بعرف صح. يعني بدك شوية حامضة تكون. جيبي من لبنة صح تبقى زاكية مش حامضة، عادي طرية بس تكون زاكية. تمام. وحطيت عليها نص اللي هي المكعب الكبير أو نص الباكيت من جبنة الفتة، عصير ليمون وشوية مي، ضروري شوية مي عشان الجهاز عندك ما ينحرق وجوزك يقلب علينا. إحنا كل يعني لك ممنوع تحضر يوم جديد. وهي شوية زيت زيتون. صير بدك خلاط. ديري بالك دخيلك، إحنا فايتين على رمضان هلا مش وقت مصاريف. يلا. مش كبس الكبسة. يلا السور كريم صار عندي القوام تقريبا. هأورجيكم إياه. شوفي شوي سائل، مش سائل بالمرة ومش كتير ثيك، هيك دب للتغميس. شايفي كيف بتحرك معاه؟ تمام. يلا تمام نقدم. هلا بنجيب انا عندي صوص ابيض، لون البطاطا حلو، فدائما اختاري لون غامق عشان تطلعي هيك شغلك الحلو يبين بأناقة. تمام. فدائما اختاري اللون عكس الالوان، الغامق غامق، الفاتح فاتح، وهكذا. رح نروح ننزل الخلطه هاي اللي عملناها وين؟ بالصحن الاسود. تمام. يلا. زينب النحاس كمان صباح الخير، ومعك حق موضوع رمي النفايات. نايف عليوه صباح الخير. بلال العمارين صباح الفل. امرأة فتح رباوي. بحاول اشوف اذا في كمان اي اسئله، ان شاء الله اكون قدرت اصبح على الكل، ما ركدوا الاسماء ركد. احمد عبدوني شكرا لك يا احمد. عبير الشخامي. ام سيف جبالي. ام وديع شلول صباح الفل. نجاح عوده. طبعا قمر ابو جمعه صباح الخير. سؤال مهم، شيف حطيت الطحين والنشا قبل السلق؟ ما طحين ونشا، هذا لما بنعمل الوجز على أصوله، بس بتعمليه بعد السلق، بتغلفي فيه وبتقلي تغليفة وبتجمده بعد ما يتفرز اللي هي زي الوجز اللي بالسوق. تقلي. تمام.
طبعا احنا حاليا يعني المسيحيين في الصوم الاربعيني يعني كل عام وانتم بالف خير. فمرات كتير بيتغلب الواحد فعلا بالاكل لانه الصيام ما فيه لا لحمه ولا جاج ولا شيء. فعم بطلع هلا على البطاطا، يعني اذا استغنينا عن الزبده وفعلا حطينا هاي البهارات الطيبه ففعليا ممكن الواحد يعني ياكل شيء طيب وزاكي. يعني الواحد بيخطر بباله اشياء اوقات كتير ما بيعرف ايش ممكن ياكل، بس البطاطا عن جد وجبه يعني ممكن انها تكون. يعني قد ما تغزلت بالبطاطا جوعتني صراحه زاكيه، يعني انا لسه ما دقت هاد، بس هو البطاطا حكايه بالضبط. تمام، هي عملتي لنا اياها فرشه يعني انا بزمانات قلت لك اشتغلت بمحل كنافه هل حدا يصدق هلا حلواني قال تمام رح نروح نجيبها. لما حمصناها ناقصة بطاطتين لأنه أنا في بطاطتين أكلتهم تحت شواية الفرن. بعدين شوفي يا ستي العزيزة طلعي سلام، هاي دخلوا صالون التجميل. يلا كمان أوسكار هاني صباح الخير، سميرة سراوي صباح الفل، فردوس الغول، محمد أبو عيشة، بتول صباح الخير، ناهد من الرياض، ناهد طوالبة صباح الفل إليك ولكل اللي بتابعونا من دول العربية أو الغربية. كمان أم نعيم صباح الفل صحة وهنا على البطاطا، شكرا على قلبكم يا رب. يا هدى كريشان بتقول بصير أستخدم اللبن الرايب بدل اللبنة؟ بتصير تستخدم اللبن الرايب بدل اللبنة؟ زودي الجبنة الفتة بصير، أوكي. لا. بس أزكى يعني، أنا بعطيك الأطيب صراحة. أبو يزن الجوابري صباح الخير، أكرم من رياحي صباح الخير، يسرى البكري صباح الخير، وجنيت عبادي وأبو قيس صباح الخير، يعني إلهام اقتشاف كمان. صباح الخير للكل، أنا صار وقت أني أودعكم، رح ألتقيكم بإذن الله يوم الثلاثة، ولكن يوم جديد بيتجدد معكم. ما تنسوا نص ساعة الأولى من 7:30 للـ8 لأنه زملائنا بيطلعوكم على تفاصيل مهمة لها علاقة بالسير وحالة الطقس، أكيد بتهمكم كمان قبل ما تطلعوا من بيوتكم. بدي أتمنى لكم بقية يوم كتير حلوة، المجازين حاولوا قدر الإمكان تستفيدوا من هذا اليوم بإنكم تستمتعوا فيه وتعيدوا شحن بطاريتكم لبداية الأسبوع بكرة. يلا باي باي، إلى اللقاء، يعطيك العافية. الله يعافي عمرك وقلبك يا أمال، ويعطيك أنت كمان العافية. وهيك طبقنا صار جاهز بالشكل النهائي. تمسكي لك بهالشوكة حبة وبتغمسيها وبتقولي يا رب الستر، صحة وهنا على قلبكم، إن شاء الله بتعجبكم كتير، إشي زاكي ومسعف كمان على مائدة الإفطار. بنشوفكم غدا إن شاء الله تعالى، وغدا جاي عبالي أسوي لكم سمك، بس سمك على طريقة المطبخ الكويتي، إشي بيكون في معاه حمسة خلطة بنخلطها على الغاز، بيكون في معاه صوص، ممكن تحطي سمك كامل بعد القلي، ممكن تحطي فيليه، برضو كمان من الوصفات المسعفة السريعة. نشوفكم بكرة إن شاء الله، باي باي.